بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الأحباء، أسعد الله أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذه الحلقة بدنا نتقدم لعمل كيفية زراعة حب الهان اللي هو الأفريقي وحب الهان العادي. بس قبل هيك كنا احنا في الحلقات القادمة إن شاء الله أشرح لكم كبدائل للمبيدات الحشرية والمواد ضد فطريات الأعشاب. ولكن قبل ما نبدأ في هذا الفيديو، في المرة اللي فاتت أنا شرحت لكم كيفية زرع التين والتوت من العقل. اليوم بدنا نوريكم قبل ما نبدأ بالغرس، لأن الغرس مش هيستغرق كتير، كيف أنت تعمل هرمون طبيعي اللي تقدر تسقي فيه البذور أساس تنبت بسرعة، وإذا كان بدك تغرس العقل فيها أو بدك تسقي فيها غرس أنت زرعته جديد أساس إنه يطلع له الجذور بسرعة ما يتبلش. زي ما أنا قلت لكم بارح، هذا هو اللي هو الصفصاف. بتجيب إناء من هذا في المية، وبتقوم العملية وما فيها تيجي اللي هو أعرف ممكن تحطه في قزازة، هذه مية مطر، بس ممكن تستخدم مية عادية. اللي ما عندوش مية مطر مش مشكلة، احنا في ألمانيا بتمطر طول السنة، في الشتاء في تلج. بتقوم بعملها زي هيك، سواء الأعرف الصغيرة أو الكبيرة، وتتركها أسبوع أسبوعين زمان في المية، والمية هذه تقدر تسقي فيها الغرس الجديد. لو هذا عرف الصفصاف احنا حطيناها الحين في المية، هذا بتلاقيه بعد اسبوعين بيعمل جذور، لانه هذا طبعا المادة الموجود فيها تعتبر كهرمون للتجذير. ممكن الصفصاف هذا تزرعه في الصيص، وفي عدة أنواع من الصفصاف في ألمانيا بيستخدموا، في نوع من الصفصاف بيعملوا اللي هو صفصاف السلال، في صفصاف اللي هو بسموه تروا فايدة بالألماني لأنه أغصانه زي الحزينة تبقى نازلة، يعني شجرة جميلة جدا ومحبوبة في ألمانيا، وفي منه عدة أنواع. هذا النوع اللي أنا بقصه نوع من الصفصاف بسموه فايدة كيتشن في ألمانيا، محطوط تحت حماية البيئة، يعني ممنوع تقص. إذا في جنينتك ممكن تقص منه، بس مش إذا كان في الغابة، في الغابة ممنوع. فإحنا هيك هنخلي بقية الغرف هذا بصير شجرة بعدين، نحطه زي هيك ونخليه في الخارج برا. المية هذه دائما تقدر تغرس فيها، لما تغرس إشي جديد تسقي بالمية بتبعت الصفصاف اللي هو الغرس تبعك. نيجي لموضوع اليوم. موضوع اليوم احنا بدنا نغرس اليوم اللي هو عندنا في نوعين من حب الهان. اوريكم اياه، انا هذا حب الهان، نقربه على الكاميرا، هذا حب الهان اللي هو الافريقي، عشان اوريكم ايش الفرق بين حب الهان الافريقي والحب الافريقي الحب الهان العادي. هذا الحب الهان العادي وهذا حب الافريقي، يعني شوف الافريقي قديش يعني كبير، شوف قديش الافريقي كبير. وبعدين هذا شوف البذور كيف تبعت الحب الهان، لما ناخذ البذور تبعت الحب الهان
هاي بذوره، هي تقريبا متشابهة، لونها سودة صغيرة، وبذور حب الهان الأفريقي. نفس الشيء سودة وأكبر شوية. بس الشيء الثاني اللي بدنا نزرعه اليوم اللي هو الباباي. هذه بذور الباباي، هذه ثمرة كبيرة. الشجرتين هذول كلاهما بينفعوا في البلاد العربية في المناطق الحارة، يعني بيحتاجوا درجة 30 درجة مئوية فما زايد. نقوم شجر الصفصاف، احنا نقوم احنا طافيين هناك. فاحنا كل ما نحتاجه، اذا نحتاج التربة احنا بدنا نزرع بس اللي هو اللي هو حب الهان الافريقي. نجيب البذور هذه. حب الهان يحتاج الى درجة حرارة كبيرة، يعني ما تقدرش انت تحطه برا في الخارج في الربيع، بطلعش، بده درجة حرارة وبده رطوبة. يعني اذا بتجف النبتة ما بتطلعش، يعني لازم يكون في رب. شوف كيف هي اللي هو حب الهان الافريقي، الجلد بتبعته بنية. نحط شوية من الحب الهان الثاني العادي. مش مشكلة، يعني حب هان هو حب هان حب هان، وهو ثمار مش حتثمر يعني في ألمانيا. هذه طبعا بذورها خربانة، هذه مبت يعني مش حتطلع. شوف انت كيف شكل البذور، هذه كمان بذورها تالفة. بدنا حبة تكون البذور تكون صالحة فيها، هذه بذورها كويسة. في المزارع في المشات الموجود يعني شجر حب هان اللي بيحب يشتري، يعني هو شجرة الزينة في الغرف يعني موجودة عندنا في ألمانيا، ما بعرف كيف بالنسبة للبلاد العربية. بغطيها بشوية مي، بنسقيها. انا بسقي مية مطر، بس لو ما فيش مية مطر تسقي مية عادية. مية المطر فيها امتيازات، ما فيش فيها كلور، ما فيش فيها نيترات، ما فيش فيها نيتريت. اذا كان عندك اصيص من الفخار ما بصيرش ابيض من الخارج، لانه المية ما فيش فيها املاح. طبعا ضروري بالنسبة لحب الهان وبالنسبة لل بتغطيه بغيس، غيس من البلاستيك على أساس إنه ما يجفش سطح التربة. هنا نحط مغيطة. على أساس إنه ما يطرش. طبعا نكتب عليه حبها ونكتب عليه التاريخ ضروري. تاريخ اليوم 28 23، نكتب حب حب هان عشان نعرف ايش هو هذا، نقدر نتابعه بعد. الحين نيجي احنا ل بدنا لهذا القصيص نحط فيه اللي هو الباباي. الباباي هذه شجرة مية تنبت في كل الدول العربية،
تحتاج مي، تحتاج حرارة. طبعا ما تزرعوهاش في التلج في فصل الشتاء لانها مش هتختلف، مش هتطلع. البذور هذه انت بتجيب لما تشتري حبة باباي، مش عارف اسمه بالعربي، بيقولوا في الألمان بيقولوا عنه بابايا، مش عارف اذا كان في العربي اسمه بابايا ولا بومباي ولا مش عارف شو. بذور هذه البذور تبعت الباباي هذه بذور ممتازة جدا. إذا كان أنتوا بتطبخوا لحوم بتدقها على، لما تطبخ تجيب لحم البقر أو لحم الضان وتدق اللي هو البذور هذه وتحطها على اللحم، بيصير اللحم بينتهي يعني بيستوي بسرعة لأنه فيها إنزيمات، إنزيمات بستوي اللحمة، يعني بتصير اللحمة مش جامدة. فأنتوا لما تأكلوا الباباي ما ترموش البذور بتبعتها، مسكوها جففوها، ممكن تستخدموها في الطبخ. هالحين احنا حنجيب البذور تبعت الباباي نحط هذه، وطبعا حيطلع نكتار، احنا بدنا بس شجرة واحدة، نغطيها شوية بالتراب يعني مش هالمشكلة، نسقيها بمية مطر. اذا فيش مية مطر قلنا عشان ما في كثير من الاخوة والاخوات سألوا، انا ما فيش عندي مية مطر. فيش عندك مية مطر مش مشكلة، مية عادية بس تكون قليلة الملوحة. زي ما قلنا لكم هان تجيب الكيس، ضروري انه في خلال الاسبوعين القادمين انه وجه التربة ما يجفش. هذا الكيس صغير، احنا نجيب كيس اكبر لان يعني القصيص هذا اكبر شوية. مش مشكلة يعني أنا عامل حساب إنه هذا لو ما جفش، هذا اللي هو كيس من اللي بحطه فيه الأكل للتفريش في الثلاجة، يعني كيس عادي اللي هو بيستخدموه في تفريج اللحوم والأشياء لما تحطوا أشياء في الفريزر. بحط عليه مغيطة، ضروري إنه تحط عليه بلاستيك. إذا بتجف الزهر الثمرة، إذا بتجف البذور ما بتطلعش. وزي ما قلنا لكم هان لازم نكتب عليه، نكتب إنه بابايا نكتب إحنا عليه بالألماني. ونكتب التاريخ 28/3/2020. هذا القلم يعني بيروحش من المية، خصوصي لهذه الأغراض. بنكون احنا انتهينا من هذه الحلقة، أتمنى أن يكون نال إعجابكم، وأتمنى لكم التوفيق تعملوا هذا وازرعوا الباباي وازرعوا اللي هو حب الهان واخبروني عن تجاربكم. إن شاء الله في الحلقة القادمة هنعملكم حلقة عن غرس الخز والبصل من البذور. نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله، والسلام عليكم وإلى اللقاء في فيديو آخر.